لكن طبعا عايز برضو اخد رايك في مش المباراه الاخيره، عايز اخد رايك في صعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه من خلال الشوطين اللي اتلعبوا، الشوط الاول في المغرب والشوط الثاني في القاهره في استاد القاهره. يعني اعتقد انه الاهلي بيرفع سقف طموحات الجماهير كالعاده، اداء ذهابا وايابا في المغرب وفي القاهره يعني على احسن ما يكون الحقيقه. اعتقد كل العناصر الاساسيين اللي نزلوا بدلاء، اللعيبه اللي اتغير مراكزها اضطراريا، كل الناس ادت بشكل مميز قوي وقدرت ان انت تحقق نتيجه كبيره مش قليله. الصعود على حساب فريق كبير زي الوداد المغربي حاجه يعني اعتقد انها محترمه جدا، وده طبيعه النادي الاهلي دايما هو بند لكل الكبار لانه هو كبير القاره الافريقيه اكثر عدد تتويج بالبطولات كمان، يعني حلم البطوله بيقرب وده اللي جماهير النادي الاهلي كلها مستنياه. اعتقد من اللي شفناه في السيمي فاينل انه لعيبه الاهلي والجهاز الفني مجلس اداره كل العناصر على مستوى الحدث، لانه بطوله افريقيا غايبه بقالها كتير، الجمهور مستني انه يشوف البطوله تاني في النادي الاهلي. اعتقد انه هي بتقرب لكن لسه، يعني زي ما موسيماني قال برضو بعد المباراه اللي فاتت انا صعدت النهائي لكن ما خدش البطوله لسه، فاعتقد ان هيبقى فيه يعني تحضير على اعلى مستوى للمباراه النهائيه.